محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة. حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة واستثماراتها في الفترة القادمة حضرتك تتوقع ممكن يوصل لكام؟ احنا الحمد لله خلينا نتكلم على الوضع الحالي بالنسبة للطاقة المتجددة. إجمالي القدرات حوالي 6000 ميجا وات، ودي مقسمة ما بين مشروعات الطاقة المائية حوالي 2800 ميجا وات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح عندنا تقريبا 1500 ميجا لكل منهم. النقلات النوعية اللي تمت خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية كانت في الحقيقة بترجع إلى وجود إطار تشريعي منظم، وهو صدور القانون 203 العام 2014، واللي نظم العلاقة ما بين الدولة والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة. من خلاله تم إنشاء العديد من المشروعات، سواء مشروعات القطاع الخاص وأبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، مجموعة أو مشروعات طاقة الرياح بمجمع مع خليج السويس على البحر الأحمر، وأيضا بعض المشروعات الحكومية من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. مال الاستثمارات في الحقيقة بتتراوح ما بين حوالي أكثر من 2 مليار دولار بالنسبة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية، وكلها استثمارات أجنبية مباشرة بتعود بعوائد إيجابية على الواجهة الاستثمارية للدولة. خلال الفترة القادمة إن شاء الله في عندنا عدد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، أبرزها مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأيضا هيئة الطاقة المتجددة في بعض المشروعات الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. طاقة الرياح هيئة الطاقة المتجددة وقعت عقد في أغسطس الماضي ل 250 ميجا وات طاقة رياح في منطقة خليج السويس. أيضا يعمل القطاع الخاص على تركيب مشروع آخر بقدرة 250 ميجا وات في منطقة خليج السويس طاقة رياح، بالإضافة لحوالي أكثر من 1000 ميجا وات بيعمل القطاع الخاص على تطويرها في منطقة خليج السويس، وأيضا بعض مشروعات الطاقة الشمسية في صعيد مصر. توقعات سيادتك لحجم الاستثمارات في الفترة القادمة خلال 2021 ممكن يوصل لكام يا فندم؟ ده متوقع ان هو يتجاوز ال 8 مليار جنيه ان شاء الله. 8 مليار جنيه ان شاء الله ما بين مشروعات قطاع خاص ومشروعات حكومية.